بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 96 من سلسلة فيديوهات CCNA Routing Gate Switching 200-120. في هذا الفيديو اللي راح يكون بداية الفصل 14، وهذا الفصل راح نسلط فيه الضوء على أهم مصطلحات أهم المصطلحات المتعلقة بمنهج CCNA، وبالتالي راح يعتبر قاموس للمفردات. راح نتكلم عن كل مصطلح ورد في هذا المنهج، وطبعا راح نعرف هذا المصطلح تعريف سريع، وإيش مثلا وظيفته في داخل الشبكة، ما هو، بحيث يكون كعملية استذكار بحيث تتذكر هذا المصطلح لما يواجهك في داخل المنهج، سواء كنت بتقرأ الكتاب أو في داخل الامتحان أو في الحياة العملية مع شبكات سيسكو. نبدأ مع المصطلح الأول. نبدأ مع المصطلح الأول واللي هو الترابل A. الترابل A هي اختصار لـ Authentication, Authorization and Accounting، وهو عبارة عن بروتوكول من بروتوكولات الحماية، حيث يقوم عند تطبيقه على سيرفر معين وتفعيله في داخل الشبكة، راح يقوم بأداء 3 وظائف. الوظيفة الأولى واللي هي وظيفة التحقق الأثنتوكيشن، بحيث من خلاله راح ننشئ قاعدة بيانات تحتوي على عمليات الأثنتوكيشن، واللي راح تكون عبارة عن اسم المستخدم وكلمة السر، وطبعا يعني أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة فيهم لجميع من مصرح لهم الدخول والاتصال بالشبكة. وبعد كذا راح نحدد لهم عملية الاثورايزيشن واللي هي تحديد الصلاحيات، بحيث نقوم بتحديد الصلاحيات لكل مستخدم، وذلك بناء على وظيفته وعمله في داخل الشركة وفي داخل الشبكة اللي راح يشتغل فيها. بعد كذا عندنا الاكاونتينج، وهو القيام بتسجيل كل ما قام به المستخدم للشبكة أثناء دخوله على الشبكة حتى خروجه من الشبكة. المصطلح الثاني اللي هو الـ ABR، وهو اختصار لـ Area Border Router. الـ ABR هو نوع من أنواع الراوترات الموجود في بروتوكول الـ OSPF، وفكرته أنه هو بيربط فيما بين تو اريا. احنا عندنا OSPF بيعتمد على مبدا الاريا، بحيث ان الراوترات الموجوده لديه ممكن يتم تقسيمها الى مناطق اريا، ونستفيد من ذلك ان احنا نستطيع ان نشغل عدد عملاق وضخم من الراوترات في داخل شبكه OSPF واحده دون ان يؤدي ذلك الى حصول ثقل في داخل الشبكه. الـ ABR هو الراوتر اللي بيربط فيما بين 2 area أو فيما بين 2 area مختلفتين، وغالبا هو اللي بيربط فيما بين الـ area 0 اللي هي الباك بون، والـ area والـ standard area مثل ممكن تكون 1 2 3 إلى آخره. عند هذا الراوتر راح يطلق عليه الـ ABR، الـ area border router. المصطلح الثالث واللي هو الـ access layer. الاكسس لاير وهو واحدة من اول شيء ترجمتها هي طبقة الوصول، وهي واحدة من الطبقات الثلاثة الخاصة بالتصميم الهرمي لشبكات سيسكو، وهذه الطبقة هي المسؤولة عن ربط المستخدمين بالشبكة. فمثلا عندما نقول اكسس سويتشينج، يعني السويتشات من نوع الاكسس، فعندها راح نعرف ان هذه السويتشات هي اللي بتربط المستخدمين او متصلة مع المستخدمين بشكل مباشر.
الشبكة بشكل عام أيضا ممكن يتم تقسيمها إلى إلى الثلاث طبقات الخاصة بسيسكو. فلما نقول مثلا طبقة الأكسس لاير على مستوى الشبكة بشكل عام، فهي ترمز إلى أجهزة سيسكو وإلى أجهزة المستخدمين الموجودة في داخل الشبكة، مثل أجهزة الكمبيوتر، مثلا الطابعات، الأكسس بوينت، الأجهزة السلكية أو اللاسلكية اللي بيستخدمها المستخدمين في داخل الشبكة، كلها تصنف ضمن الأكسس لاير أو طبقة الوصول. المصطلح الرابع واللي هو الأكسس لينك. الأكسس لينك وهو رابط متصل بمنفذ السويتش اللي من النوع الأكسس بورد. وسواء كان الأكسس بورد أو الأكسس لينك كلاهما بيتعاملان مع بيانات في لان واحدة فقط، وبالتالي هذا النوع لازم يكون متصل مع جهاز الكمبيوتر. يعني المنفذ اللي راح يربط جهاز السويتش مع جهاز الكمبيوتر أو جهاز السيرفر راح يطلق عليه أكسس بورت، والكيبل اللي راح يربط بين السويتش والجهاز الكمبيوتر راح يطلق عليه الأكسس لينك. هذا اللينك راح يتعامل سواء كإرسال واستقبال مع بيانات في لان واحدة فقط يكون تابع لها المنفذ المتصل به جهاز الكمبيوتر. المصطلح الخامس اللي هو الأكسس سيرفر. فكرة الأكسس أو الوصول هي أنك تتمكن من الوصول إلى الشبكة عن بعد. الأكسس سيرفر هو خادم أو سيرفر راح يتم تفعيل بروتوكول معين من خلاله راح يتمكن المستخدمين بأنهم يتصلوا بالشبكة عن بعد، طبعا من خلال الإنترنت. بغير وجود الأكسس سيرفر خدمة الوصول عن بعد للشبكة ما راح تكون متاحة. المصطلح السادس اللي هو الاك باكيت. الاك باكيت او حزمة البيانات التأكيدية، هذه تقنية بحيث تستخدم مع بعض البروتوكولات اللي توصف بأنها بروتوكولات يعتمد عليها في عملية الإرسال أو تتحقق من أن البيانات وصلت إلى الديستنيشن أو الجهة المرسل إليها. فمثلا لما يتم إرسال هذه البيانات فإن الجهاز المرسل راح يتوقع وينتظر رد من الديستنيشن بأنه استلم هذه البيانات. إذا مضت فترة زمنية معينة دون استلام للتأكيد فعندها الجهة المرسلة راح تفترض أن البيانات حصل لها مشكلة أو ضاعت في أثناء إرسالها، فعندها راح تقوم بإعادة إرسال البيانات وراح تنتظر الأك باكيت أو التأكيد من الطرف الآخر بأنه استلم هذه البيانات. الأك باكيت أي بروتوكول راح يستخدمه راح يعتبر موثوق فيه في عملية إرسال البيانات. أشهر بروتوكول بيستخدمه عندنا بروتوكول التي سي بي، وهذا واحد من بروتوكولات نقل البيانات. يعتبر بروتوكول التي سي بي بروتوكول موثوق فيه لأنه بيستخدم تقنية الأك أو التأكيد، بس هنا وقتها راح نطلق عليها أك سيجمنت. أما الأك باكيت فبيستخدمها بروتوكول مثلا زي الـ EIGRP. الـ IGRP لما طبعا في مجموعة من الباكيتز اللي بتكون خاصة بالراوتينج بروتوكول الـ EIGRP، مثلا الهالو باكيتز، مثل الاك اللي هي الريك مثلا اللي هي بيبحث فيها عن راوتر او شبكة معينة. في عندنا الريبلي الرد على الطرف الاخر، في عندنا الابديتس الى اخره. ففي مجموعة من الباكيتز اللي بتكون خاصة بالراوترات اللي بتعمل ضمن بروتوكول الاي اي جي ار بي. في عندنا مجموعة من الباكيتز لابد انه لما يجي يرسلها الاي اي جي ار بي راوتر الى الطرف الاخر فانه ينتظر من الطرف الاخر بانه يرسل تأكيد على استلام هذه الباكيت اللي هي الاك باكيت، بحيث يتأكد ان الباكيت وصلت الى الديستنيشن. طيب لماذا لا يعتمد على الدي سي بي؟ لان الاي اي جي ار بي لما بيرسل بيانات خاصه فيه هو او باكيتس بتكون خاصه بالاي اي جي ار بي راوتينج،
فعندها بيستخدم بروتوكول الاي بي وليس التي سي بي او اليو دي بي، وانما يستخدم بروتوكول الاي بي كناقل للبيانات. فزي ما ذكرنا بعض انواع الاي جي ار بي باكيت بيطلب رسالة يعني بينتظر تأكيد من الطرف الآخر بأنه يرد ويؤكد فيها بأنه استلم الاي جي ار بي باكيت اللي أرسلها الجهاز المرسل. المصطلح السابع واللي هو الاكتف راوتر. الاكتف راوتر وهو الراوتر الرئيسي في داخل بروتوكول ال HSRP، وبروتوكول ال HSRP او الهوت ستاند باي راوتينج بروتوكول هذا بروتوكول مسؤول عن إدارة الهاي افابيليتي في داخل الشبكة. طبعا الهاي افابيليتي او التوفرية العالية على مستوى الراوترات في داخل الشبكة، بحيث لو كان عندي مثلا اكثر من يعني مثلا او الوضع الطبيعي ان يكون عندي راوتر واحد، لكن في الشبكات الكبيرة راوتر واحد ما راح يكفي. ليش؟ لانه وقتها لو حصلت مشكلة لهذا الراوتر فوقتها راح تتعطل الشبكة وراح تكون غير قادر، ما راح تتعطل محليا ولكن راح تتعطل انها ما راح تكون قادر انها تتصل بالشبكات الاخرى، وهذا حسب اهمية الشبكة قد يكون مشكلة للجهة صاحبة الشبكة. فعندها لابد من توفير اكثر من راوتر واحد لكي تكون هناك عملية هاي افابيليتي او توافرية عالية، بحيث لو تعطل الراوتر الرئيسي يعمل الراوتر الاحتياطي. هنا راح نحتاج الى بروتوكول من طبعا هذه من البروتوكولات اللي تسمى الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكولز، بحيث من خلال في عندنا ثلاث بروتوكولات، واحده من هذه البروتوكولات اللي هي الاتش اس ار بي اللي بتنظم لنا عمليه الهاي افابيليتي او التوافريه العاليه للراوترات. عندنا نوعين من الراوترات، عندنا الستاند باي وهو الراوتر اللي راح يكون احتياطي، والنوع الاول اللي راح يكون هو الاكتف راوتر واللي هو الراوتر الرئيسي اللي راح يشتغل وراح يعمل وهو المسؤول عن ارسال واستقبال البيانات وجعل الشبكه قادره على انها تتصل بالشبكات الاخرى. فاذا حصل في مشكله عندها يتحول الستاند باي الاحتياطي الى اكتف راوتر. يتم اختيار الاكتف راوتر بناء على نقطتين. النقطه الاولى اما ان يقوم مهندس الشبكه بتحديد ذلك من خلال البريوريتي، فالراوتر صاحب الاعلى بريوريتي هو اللي راح يصبح الاكتف راوتر، او اذا ما قام بهذه العمليه وترك البريوريتي على الديفولت واللي هو 100، فعندها الراوتر صاحب اعلى اي بي ادرس هو اللي راح يتم اختياره كاكتف راوتر. المصطلح الثامن اللي هو الـ AVF اللي هو الـ Active Virtual Forwarder، وهو النوع الثاني من الراوترات في بروتوكول إدارة الـ High Affability للراوترات اللي هو بروتوكول الـ GLBP اللي Active Router اللي هو الـ HS هو تابع للـ HSRB. احنا عندنا ثلاث بروتوكولات ال HSRP وعندنا بروتوكول ال F ال VVRP وعندنا بروتوكول ال GLPP. ال GLPP هذا اختصار ل Gateway Load Balancing Protocol، وهو بروتوكول ملكية خاصة بسيسكو وبالتالي لا يعمل الا على راوترات سيسكو. هذا البروتوكول فكرته انه مش بس يقوم انه تحديد راوتر اساسي والبقية احتياطية لا تعمل الا عند حصول مشكلة للاساسي، لا هو بيقوم باستغلال الراوترات الاستغلال الامثل، بحيث ان الراوتر الرئيسي مع الراوترات الاحتياطية كلها راح تشتغل في عملية ارسال واستقبال البيانات من خلال توزيع الجهد اللود بالانسينج فيما بين هذه الراوترات. عندنا نوعين من الراوترات، النوع الثاني اللي هو راح يكون الـ AVF اللي هو Active Virtual Forwarder. هذا الراوتر راح طبعا يقوم بإرسال واستقبال البيانات حسب الجزء حسب التقسيم اللي راح يتم تقسيمه، ولكنه في نفس الوقت راح يعتبر احتياطي.
الراوتر الرئيسي حيكون هو الموجود في الرقم 9، واللي هو اللي هو الـ A، أو في المصطلح رقم 9، واللي هو الـ A في G، اختصار لـ Active Virtual Gateway. هذا الراوتر هو اللي حيكون الراوتر الرئيسي في داخل الشبكة، واللي بتعمل ببروتوكول الـ GLPP، بحيث ان هذا الراوتر هو اللي راح يدير عملية اللود بالانس، وراح يشارك كمان فيها، راح يرسل ويستقبل مع يعني مع تقسيم البيانات اللي بترسلها وتستقبلها الشبكة على جميع الراوترات اللي في ضمن وتعمل في داخل بروتوكول الـ GLPP في داخل الشبكة. المصطلح العاشر واللي هو الـ Address Learning. الادرس ليرنينج وهي واحدة من وظائف السويتش الثلاثة، واللي هي تعلم العناوين. احنا عندنا طب السويتش اللي بيعمل على مستوى الطبقة الثانية، هو بيعرف العناوين عن العناوين الخاصة بالماك ادرس، او الخاصة بالطبقة الثانية التاتا لينك لاير، واللي هي العناوين الفيزيائية اللي بتكون موجودة في كروت الشبكة. بس السويتش طبعا عندما يتم تشغيله، فهو يقوم بتعلم العناوين، بحيث كل باكيتس بيتم ارسالها، مثلا كل فريم بيتم ارسالها ويستقبلها، في بينظر الى عنوان الجهاز الذي ارسل هذه الفريم، فيقوم عندها بتخزينها في داخل جدول العناوين الفيزيائية في داخل السويتش، وحفظها مع ربط هذا العنوان برقم المنفذ التابع له هذا العنوان. طبعا رقم المنفذ اللي هو المنفذ السويتش المتصل فيه صاحب هذا العنوان. بعد كذا اذا ينظر في عنوان المرسل اليه، اذا لم يجده في داخل جدول العناوين الفيزيائيه، فعنده راح يقوم بعمليه فلودينج، وهي تعادل البرودكاست، بحيث راح يرسل هذه الفريم الى جميع منافذ السويتش ما عدا المنفذ اللي استلم منه هذه الفريم. المنفذ اللي راح يستلم هذه الفريم راح يعرف السويتش ان هذا المنفذ هو يحتوي او الجهاز المتصل فيه هو الجهاز صاحب الديستنيشن ماك ادرس، او العنوان الفيزيائي للجهاز المرسل اليه، فعندها راح يقوم بتسجيل عنوانه في داخل جدول العناوين الفيزيائيه في داخل السويتش. وبهذه الطريقه تدريجيا راح يبني جدول العناوين الفيزيائيه، وبهذه الطريقة بيؤدي وظيفته، واللي مش وظيفته، هي واحدة من وظائفه واللي الثلاثة، واللي هي الـ Address Learning، تعلم العناوين. المصطلح الحادي عشر وهو الـ ARP، اختصار لـ Address Resolution Protocol، واللي هو بروتوكول ترجمة العناوين. طيب احنا عندنا طبعا هذا بيعمل ضمن الطبقة الثانية والثالثة، ووظيفته هو إيجاد الماك أدرس المجهول لآي بي أدرس معلوم. يعني عندي مثلا جهاز أراد أن يقوم بعمل بينج مثلا، أو أراد إرسال بيانات إلى جهاز آخر هو مع الآي بي أدرس، فمثلا هذا الآي بي أدرس مثلا خلينا نفترض أنه كتب الأمر بينج 10.1.1، ممتاز. وراح ينقر انتر عشان يتم ارسال الباكيتس الخاصة بهذا البينج. فطبعا الباكيتس هذه اصبحت ايش تحتوي على الاي بي ادرس الخاص بالمرسل والاي بي ادرس الخاص بالمستقبل، ولكن في على مستوى الفريم تحتوي على الماك ادرس للجهاز المرسل، ولكنها لا تحتوي على الماك ادرس الخاص بالجهاز المستقبل. فعندها اذا ما كان مخزن في داخل الجهاز او جدول العناوين الفيزيائية اللي يطلق عليه الارب كاش، اللي المفترض مثلا اللي موجود في كل جهاز متصل بالشبكة، فعندها راح يقوم وقتها بعملية ارسال للارب تحتوي على استفسار. هذا الاستفسار انه يبحث عن الماك ادرس لهذا الاي بي ادرس،
الجهاز صاحب الاي بي ادرس راح يرد على هذا الاستفسار ويعطيه الماك ادرس، فيعود الى الجهاز ويقوم بتخزين الماك ادرس في داخل الارب كاش او في داخل جدول الارب اللي موجود في داخل الجهاز، بحيث يتم الاستفادة منه لاحقا وتكون العملية اسرع، ويتم وضع الديستنيشن ماك ادرس في داخل الفريم. هذه هي كانت فكرة الارب اللي بيقوم بعملية ايجاد الماك ادرس المجهول للتابع لاي بي ادرس معلوم. المصطلح الثاني عشر واللي هو الادجنسس، واللي هو مصطلح الاستقرار، لو حنقول ترجمته باللغة العربية فأقرب مصطلح له هو الاستقرار. هذا المصطلح بيستخدم في داخل الراوترات الموجودة في داخل الشبكة، بحيث مثلا إذا وصلت إلى حالة الاستقرار فإن ذلك يعني إيش؟ يعني أن جميع الراوترات تعرفت على بعضها البعض وتبادلت معلومات الراوتينج وقامت ببناء الراوتينج تيبل، وأصبح الراوتينج تيبل موحد فيما بين الراوترات. عندما تصل الراوترات إلى هذه الحالة فعندها تصل إلى حالة الاستقرار. في حال إضافة شبكة جديدة أو إلغاء شبكة كانت موجودة قديمة، فعندها حالة الاستقرار راح إيش؟ تختفي، لأن وقتها حصل تغيير. بس مع تبادل التحديثات فيما بين الراوترات راح يتم تعديل الراوتينج تيبل في داخل الراوترات بالمعلومة الجديدة اللي حصلت أو بالتغيير اللي حصل، وبعد كده راح تصل هذه الراوترات إلى حالة أن تصبح جداول الراوتينج أو جداول التوجيه تصبح موحدة بما تحتويه من عناوين للراوت، من عناوين للديستنيشنز، وقتها او للشبكات الاخرى الموجوده في كل راوتر الموجود لديه، فتصبح موحده، فعندها تصل وتعود الى حاله الاستقرار. المصطلح الثالث عشر اللي هو الاي دي، وهو اختصار لادمنستريتيف ديستنس، المسافة الإدارية. احنا عندنا مجموعة من بروتوكولات التوجيه زي ايش؟ زي الاي اي جي ار بي، زي الرب، زي الاو اس بي اف، زي مثلا البي جي بي الى اخره. كل واحد من هذه البروتوكولات يملك مسافة إدارية، ادمنستريتيف ديستنس فاليو. هذه المسافة الإدارية تختلف من بروتوكول توجيه الى اخر. فمثلا لدينا الاي اي جي ار بي بيملك قيمة المسافة الإدارية الخاصة في 90، بروتوكول الرب 120، الاو اس بي اف 110. طيب ايش راح نستفيد من المسافة الإدارية؟ راح نستفيد منها في حالة ان لو كان الراوتر مفعل عليه اكثر من بروتوكول توجيه واحد، فعندها راح يختار بروتوكول التوجيه صاحب أقل قيمة مسافة إدارية. فمثلا تخيلوا معايا راوتر مفعل عليه بروتوكول الرب ومفعل عليه بروتوكول الاي اي جي ار بي. طيب عنده ايش بروتوكول التوجيه اللي راح يعتمده بروتوكول هذا الراوتر؟ راح يعتمد على بروتوكول التوجيه صاحب اقل قيمة administrative distance او اقل قيمة مسافة ادارية، واللي هي هنا راح تكون بروتوكول الاي اي جي ار بي، لان بروتوكول الاي اي جي ار بي قيمة المسافة الادارية 90 والرب 120. اذا هنا تظهر لنا الاستفادة اللي بيتم الاستفادة، يعني الاستفادة اللي بتظهر لنا من المسافة الادارية. ننتقل الى المصطلح الرابع عشر واللي هو الادفانسد ديستنس فيكتور. احنا عندنا ثلاثة خوارزميات اساسية بتندرج فيها بروتوكولات التوجيه. طبعا بروتوكولات التوجيه اللي هي مسؤولة عن توجيه البيانات فيما بين الشبكات، وبالتالي بسبب بروتوكولات التوجيه راح يتم ربط
الشبكات المختلفة مع بعضها البعض. وطبعا عشان تقوم الراوترات بهذه الوظيفة تحتاج إلى بروتوكول توجيه، وبروتوكولات التوجيه تتواجد بثلاثة خوارزميات. عندنا خوارزمية الأدفانسد ديستنس فيكتور، وهي الخوارزمية المطورة لبروتوكول موجود اللي هو الديستنس فيكتور. لما نقول ادفانسد ديستنس فيكتور فنحن وقتها بنشير إلى الخوارزمية الخاصة ببروتوكول التوجيه اللي هو الـ EIGRP. هذا البروتوكول التوجيه الخاص بسيسكو تم تطويره من خلال استغلال نقاط موجودة في الاوس بي اف ونقاط موجودة في الرب، وبالإضافة إلى هذه يعني تم أخذ أفضل النقاط الموجودة في بروتوكول الرب، وتم أخذ أفضل النقاط في الموجودة في بروتوكول الأوس بي إف، وتم إضافة نقاط أخرى من تطوير علماء والباحثين الخاصين بشركة سيسكو. تم دمج هذه الثلاث نقاط في داخل بروتوكول الاي اي جي ار بي، وسموا الخوارزمية الخاصة فيه المتكونة من الثلاثة نقاط اللي تم ذكرها الادفانسد ديستنس فيكتور او بروتوكول المسافة المطور. المصطلح الخامس عشر واللي هو مصطلح بروتوكول، مصطلح بروتوكول وهو يعني قانون معين تلتزم فيه الأجهزة. لو حبينا مثلا نعطي أفضل ترجمة ممكنة باللغة العربية، نستطيع أن نقول إنه هو عبارة عن قوانين تلتزم بها مجموعة من الجهات. إحنا دائما نسمع حتى نقول مثلا بروتوكولات دبلوماسية مثلا، تمام. فكلمة بروتوكول هي تعني معيار معين راح تلتزم في عالم الشبكات، راح تلتزم فيه الأجهزة سواء كانت مختلفة من ناحية التصنيع، من ناحية الشركات المنتجة، من ناحية أنظمة التشغيل، راح تلتزم بهذا المعيار بحيث تتمكن من أنها تتصل مع بعضها البعض. أفضل مثال أشبه فيه البروتوكول ويعتبر أنجح مثال عشان نقدر نستوعبه اللي هو موضوع اللغات والثقافات الإنسانية. فمثلا لو جبنا واحد صيني وواحد عربي، طبعا الصيني يتكلم اللغة الصينية والعربي بيتكلم اللغة العربية، ممتاز. الآن الاثنين لو مثلا حبوا يتكلموا مع بعض، وقتها لو الصيني يتكلم باللغة الصينية والعربي راح يتكلم باللغة العربية، هل راح يكون هناك حوار مفهوم؟ لا، لأن كل واحد بيتكلم بلغة بلده والثاني لا يستطيع فهمه. فإيش الحل وقتها؟ الحل وقتها واحدة من ثنتين، يا إما إن الاثنين يتكلموا بلغة موحدة الاثنين يفهموها، أو بيتم إحضار مترجم بيفهم الصينية وبيفهم العربية. البروتوكول نفس الفكرة، تستطيع أنكم تشبهوه يا إما أنه هو اللغة الموحدة أو أنه هو المترجم، بس هو الأقرب لي أنه هو اللغة الموحدة. حاليا في العصر اللي احنا عايشين فيه تعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية، بحيث أنك لما مثلا يجيني واحد صيني وأنا عربي وأحب أتكلم معاه، فوقتها ممكن أتكلم معاه باللغة الإنجليزية. فمن المفروض أنه هو إذا كان يعني متعلم فمن المفروض انه يستوعب اللغة الإنجليزية وأنا أفهم عليه أيضا، فوصلنا إلى لغة موحدة نستطيع أن نتكلم فيها. نفس الشيء البروتوكول هي تستطيع أن تعتبروها لغة موحدة في عالم الشبكات والتقنية، بحيث أن احنا عندنا آلاف بلاش مئات الشركات المنتجة للأجهزة سواء الخاصة بالشبكة أو الخاصة بالمستخدمين، وهذه شركات مختلفة وتستخدم أنظمة تشغيل مختلفة. فلا بد كان من إيجاد بروتوكولات توحد هذه الأجهزة، بحيث يعني أوكي تملك بروتوكولاتها الخاصة لكن أيضا تفهم البروتوكول العام، بحيث تصبح قادرة أنها تتصل مع بعضها البعض تماما، مثل أنه يكون لك لغتك الخاصة ولكن يكون عندك أيضا فهم للغة الإنجليزية اللي هي اللغة العامة لكي تتمكن من التفاهم مع الأشخاص الآخرين حول العالم. السؤال السادس عشر واللي هو الإينيكاست،
احنا عندنا في نظام التي سي بي اي بي ناقل البيانات الاصدار الرابع عندنا 3 طرق لنقل البيانات، اللي هو البرودكاست والمالتي كاست واليونيكاست. تم طبعا في التي سي بي اي بي الاصدار السادس تم الغاء البرودكاست والاكتفاء بالمالتي كاست كبديل له، وتم ايضا طبعا وبالتالي اصبح لدينا المالتي كاست واصبح لدينا اليونيكاست، وتم إضافة تقنية جديدة واللي هي الإينيكاست. فكرة الإينيكاست أنه إحنا عارفين أنه كل جهاز المفروض في الشبكة يمتلك آي بي آدرس خاص فيه لا يتكرر. الإينيكاست بتسمح من خلال تقنية الإينيكاست أن يوجد لدينا أكثر من جهاز يملكون نفس الآي بي آدرس الإصدار السادس. طيب إيش راح نستفيد من كذا؟ راح نستفيد من كذا في عالم السيرفرات. فمثلا تخيل عندي هنا مثلا سيرفر عليه ضغط، خلينا نفترض انه هو الفايل سيرفر او سيرفر الملفات، تمام؟ فقمت انا بوضع 3 فايل سيرفر وقمت باعدادها وخليتها موحدة من ناحية الملفات الموجودة فيها، وبعد كذا طبقت عليها الاني كاست واصبحت تملك اي بي ادرس موحد، وعندي هنا زي ما احنا شايفين مثلا مجموعة اجهزة، تمام؟ الان الاجهزه لما تحب تتصل بالفايل سيرفر راح تتصل بالاي بي ادرس الخاص فيه، فكل جهاز راح يتم توجيهه الى السيرفر الاقرب له، وبالتالي هنا تحصل عمليه سرعه وعمليه لود بالانس وتوزيع الجهد الفايل سيرفر في داخل الشبكه. هذه كانت فكره الكاسيا، فكره تطبيق لللود بالانس على مستوى التي سي بي اي بي الاصدار السادس، او تعتبر واحدة من عمليات اللود بالانس في داخل التي سي بي اي بي الاصدار السادس. المصطلح 17 واللي هو الابل توك. الابل توك هذا بروتوكول نقل البيانات اللي بيتم استخدامه في شبكات ابل، وبالتالي لا يعمل الا في داخل ابل، يعني لا يعمل الا مع اجهزة وشبكات ابل، وبالتالي هو ملكية خاصة بشركة أبل. طبعا ينافسه ويتفوق عليه كثيرا اللي هو بروتوكول التي سي بي اي بي، واللي هو بروتوكول عام يعمل مع جميع الأجهزة واللي أصبح عالمي، وأكبر شبكة في العالم تعمل فيه اللي هي شبكة الإنترنت، وأغلب الآن الشبكات تعمل من خلال التي سي بي اي بي كبروتوكول ناقل للبيانات ورابط للأجهزة ببعضها البعض. المصطلح 18 واللي هو الأبيبة. الأبيبة اختصار لـ Automatic Private IP Addressing، وهو عبارة عن عنوان خاص بيبدأ من 169.254.00 حتى 169.254.255.254، وطبعا زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شايفين من القيم الخاصة فيه هو من الكلاس بي، او المدى او الفئة بي الخاصة بالعناوين المنطقية. بيتم استخدامه في حال ان الاجهزة تم اعدادها في داخل الشبكة لكي تحصل على الاي بي ادرس من خلال الطريقة الاوتوماتيك الاوتو، واللي هي من خلال الدي اتش سي بي سيرفر. خلينا نفترض ان الدي اتش سي بي سيرفر حصلت فيه مشكلة، اللي هو المسؤول عن توزيع العناوين، حصلت فيه مشكلة مثل ايش؟ مثل ان العناوين نفذت، او ان العناوين مثلا، او ان التي سي بي سيرفر اصبح مغلق لا يعمل. فعندها الاجهزة راح تقوم على مستوى التي سي بي اي بي الاصدار الرابع راح تقوم باعداد اي بي ادرس لنفسها بدون الحاجة الى تدخل مهندس الشبكة ولا الى التي سي بي سيرفر، وراح يكون زي من المدى زي ما ذكرنا 169.254، ووقتها راح تكون الأجهزة قادرة أنها تتصل مع بعضها البعض في داخل الشبكة المحلية حتى يعود الـ DHCP سيرفر إلى العمل. فعندها راح تقوم بإيش؟ بالاتصال بالـ DHCP سيرفر والحصول منه على الـ IP address اللي قام مهندس الشبكة بتحديده للشبكة. هذه كانت فكرة الأبيبة. المصطلح 19 واللي هو خليني بس أوضحه أكثر. المصطلح 19 واللي هو الابليكيشن لاير.
سواء كنا نتكلم عن نظام التي سي بي اي بي اللي هو نظام الاربع طبقات، او النظام الاساسي اللي هو مشتق منه التي سي بي اي بي اللي هو الاو سي اي الاوبن سيستم انتر كونكشن. اعلى طبقة هي طبقة الابليكيشن، طبقة التطبيقات، وهي تحتوي على مجموعة كبيرة من البروتوكولات والتي تتعامل مباشرة مع البرامج الخاصة بالمستخدمين. مثل ايش؟ مثل البروتوكولات اللي الخاصة بالبريد الالكتروني اللي زي البوب، مثلا بوب 3. عندنا مثلا زي البروتوكول اللي خاص بتصفح الانترنت مثل ال HTTP ال HTTPS. طبعا احنا كمستخدمين او المستخدم العادي لا يتعامل مع البروتوكولات ال HTTP او ال HTTPS، هو يتعامل مع برنامج يشغل له هذا البروتوكول. زي ايش؟ زي برامج متصفحات الانترنت اللي هي مثلا عندنا تبع جوجل، متصفح جوجل، عندنا مثلا الفايرفوكس، عندنا الانترنت اكسبلورر الى اخره. هذه البرامج تعتبر مشغلة لبروتوكول ال HTTP او ال HTTPS اللي موجود في داخل طبقة التطبيقات ال Application Layer. المصطلح 20 وتكلمنا عنه سائق في هذا الفيديو اللي هو ال ARP ال Address Resolution Protocol، بس هنا احنا تكلمنا عنه وان هو بيقوم بمحاولة ايجاد عنوان الماك ادرس المجهول لاي بي ادرس معلوم. ولكن هنا نبغى نشير الى مصطلحين اللي هو الارب ريكوست والارب ريبلاي. عملية لما نقول الارب ريكوست فنحن نقصد فيها انه او هي عملية البحث عن الماك ادرس، والارب ريبلاي هي عملية الرد، بحيث ان صاحب الاي بي ادرس راح يرد على هذه على الارب ريكوست بانه راح يرد عليه ويعطيه الماك ادرس الخاص فيه. وتعتبر هذه العمليتين هي العمليتين الاساسيه لكي يعمل بروتوكول الارب اللي هي الارب ريكويست والارب ريبلي. السؤال 21 واللي هو الاوتو ديتكت ميكانيزم، واللي تعني اليه الاكتشاف او آلية التفاوض التلقائي. وفكرتها انه هي موجودة في اكثر من مجال في عالم الشبكات، بس اشهر شيء اللي هي منافذ السويتش. منافذ السويتش الخاصة بسيسكو هي تلقائيا بتكون من ضمن الاوتو ديتكشن او التحقق التلقائي او المنافذ التي تتفاوض النيغوشيشن، بحيث احنا عندنا في المنفذ الفيزيائي الخاص بالسويتش في كل منفذ لكي يعمل مع المنفذ الآخر المتصل فيه، اللي ممكن يكون منفذ جهاز الكمبيوتر، ممكن يكون منفذ طابعة، ممكن يكون منفذ سيرفر إلى آخره. لازم على المستوى الفيزيائي إن يتوحدوا في نقطتين، عندنا النقطة الأولى اللي هي السبيد السرعة، وعندنا النقطة الثانية الدبلكس. السرعة عندنا أنواع، عندنا 10 ميجا بايت، عندنا 100 ميجا بايت، عندنا 1000 جيجا بايت، عندنا حاليا عندنا حاليا 10 جيجا بايت. بالنسبة للموت عندنا الفول دبلكس الهاف دبلكس. فمن مزايا المنافذ الخاصة بسويتش سيسكو انها بتكون على الاوتو، يعني معتمدة على الطرف الاخر. فمثلا لو كان هذا المنفذ يعمل بسرعة 1000 ميجا بايت ويعمل ايضا بالمود الفول دبلكس، تمام، يعني هذه اقصى امكانياته، وربطنا مع جهاز الكمبيوتر، وهذا الجهاز المنفذ الخاص فيه بيعمل بسرعة 100 ميجا بايت، وكمود بيعمل هاف دبلكس. فعندها السويتش راح يقوم بتعديل السبيد والدبلكس الى ان السرعة راح تعمل بسرعة 100 ميجا بايت، رغم انه هو قادر انه يعمل على سرعة 1000، لكن المنفذ اللي امامه بيعمل بسرعة 100، فعنده راح ينزل الى سرعة 100. وبالنسبة للدابلكس او طريقة الارسال، رغم انه قادر انه يعمل بطريقة الفول دابلكس، الا انه راح ينزل وينخفض ويعمل بسرعة الهاف دابلكس بناء على المنفذ اللي هو متصل معه.
يفضل دائما احنا نترك المنافذ السويتش على الاوتو ديتكشن او التحقق، لان لو احنا كمهندسي شبكه قمنا بكتابه امر السبيد والدابلكس وحددنا ذلك، مثلا قلنا انه السبيد 1000 والدابلكس فول دابلكس، تمام، فعندها المنفذ راح يلتزم بهذه التعليمات. فلما نيجي نربطه مثلا بمنفذ جهاز كمبيوتر او كرت شبكه تابع لجهاز كمبيوتر، فعندها لو كان هذا الجهاز اقصى المنفذ اقصى شيء عنده هو 100 وبيعمل بالهاف دابلكس، او حتى لو كان فول دابلكس لكن يعمل بسرعه 100، فعندها ما راح يحصل اتصال بين السويتش وجهاز الكمبيوتر لاختلاف السرعه. المصطلح الثاني والعشرين اللي هو AS، AS اختصار لـ Autonomous System. نستطيع أن نقول لو نبغى لها ترجمة اللي هي مجموعة. الـ Autonomous System فكرتها أنه يكون مجموعة من الراوترات تعمل تحت إدارة واحدة، يعني تكون مثلا تابعة لشركة معينة أو منظمة معينة، وبالتالي الفريق الهندسي المشرف عليها هو فريق واحد تابع لجهة واحدة. هذه هي فكرة الأتنوموس سيستم. الأتنوموس سيستم يعني كمفهوم موجود في بعض بروتوكولات التوجيه مثل البي جي بي والإي آي جير بي، بحيث الراوترات الموجودة ضمن أتنوموس سيستم نمبر واحدة بتكون قادرة على الاتصال مع بعضها البعض. أما إذا كان مثلا عندنا إي آي جير بي واحد، لو كان عندنا 10 راوترات ضمن كلها تم اعدادها على انها تعمل في داخل الاتونوموس سيستم واحد، فعندها راح تكون قادرة على الاتصال مع بعضها البعض. لو كان عندنا مثلا شبكة اخرى اي اي جير بي مثلا 5، فعندها الخمسة ما راح تكون قادرة على انها تتصل مع الواحد. لماذا؟ طبعا هذا بشكل تلقائي، لكن احنا عندنا بعدين طرق راح نتعلمها كيف نربط بيناتهم، لكن طبعا هذه وقتها كأننا بربط بين شبكتين مختلفتين مش بين شبكة واحدة. وبالتالي فكرة الأتنوموس سيستم هي مجموعة من الراوترات بتقع ضمن شبكة واحدة أو ضمن مجموعة واحدة مشتركة وتحت إدارة جهة واحدة. المصطلح 23 اللي هو الـ ASBR، وهو اختصار لـ Autonomous System Boundary Router، وهذا المصطلح تقريبا موجود في أغلب بروتوكولات التوجيه. إيش فكرته؟ لما يكون عندي راوتر بيربط فيما بين بروتوكولين مختلفين، تخيلوا عندي هنا مثلا راوتر واحد، تمام؟ هذا الراوتر بيربط بين راوترات تعمل ببروتوكول الريب وبين بروتوكولات وبين شبكة تعمل ببروتوكول مثلا الـ OSPF مثلا أو الـ AIGRP. عندها هذا الراوتر لأنه بيربط لي بين شبكات وراوترات تعمل ضمن بروتوكولات توجيه مختلفة بروتوكولين فما فوق، فعندها راح يطلق عليه لقب الـ ASPR الـ ASBR Autonomous System Boundary Router. المصطلح 24 اللي هو Auto Summarization، وعملية Summarization وهي عملية توحيد مجموعة من العناوين الشبكات إلى ما يعادلها من عنوان واحد. يعني عندي مجموعة من الـ IP Address إذا كانت مرتبة، فعندها من الممكن إجراء عملية السمرايزيشن واللي هي عملية اختصار مجموعة من العناوين الاي بي الخاصة بالشبكات إلى عنوان شبكة واحد. بإيش نستفيد من كذا؟ نستفيد من كذا أنه إحنا بنقلل حجم الجدول التوجيه أو الراوتينج تيبل في داخل الراوتر، وبالتالي بنسرع عملية البحث عند عملية الإرسال البيانات، بنسرع عملية البحث في داخل جدول التوجيه، مما يسرع في عملية إرسال البيانات. السمرايزيشن بتتواجد بنوعين، عندنا النوع الأول اللي هو الأوتو واللي هو بيقوم في بروتوكول التوجيه. حاليا أغلب بروتوكولات التوجيه تقريبا كلها
احنا عندنا بس الاصدارات القديمة، لكن الاصدارات الحديثة كلها بتدعم الاوتو سمرايزيشن او عملية اختصار العناوين تلقائيا. والطريقة الثانية اللي هي المانيوال، واللي بيقوم فيها مهندس الشبكة، بحيث بيقوم بعملية رياضية بيختصر فيها مجموعة الراوترات إلى أو العناوين الشبكات إلى عنوان شبكة واحد، وبعد كذا يدخل على جهاز الراوتر ويلزمه بأن يعلن لجيرانه عن الاي بي سامري اللي بيمثل مجموعة العناوين الموجودة لديه. وزي ما قلنا، هذا بيقلل من حجم جدول التوجيه ويسرع من عملية إرسال البيانات. المصطلح 25 واللي هو الاكسلوري بورد. احنا عندنا مجموعة من المنافذ، من ضمنها طبعا في أجهزة سيسكو، من ضمنها منفذ الاكسلوري بورد، وهذا أكثر شيء يتواجد فيه في أجهزة الراوترات. الاكسلوري بورد هو زيه زي منفذ اللي هو منفذ الكونسول، من ناحية انه احنا من خلاله نتمكن من الدخول الى نظام التشغيل الاي او اس الخاص بجهاز الراوتر، ونتمكن من عمل الاعدادات طبعا بالطريقة العادية اللي هي طريقة كتابة الاوامر النصية. ولكن الفرق بينه وبين الكونسول ان الكونسول بيتم استخدامه عندما تكون موجود على الجهاز، متصل بالجهاز، ويعني وموقعك فيزيكالي في بجوار الجهاز. اما الاكسلري بورد فهو يمكنك من الدخول على نظام التشغيل الخاص بالراوتر عن بعد، وذلك من خلال انه يكون متصل بجهاز مودم، والمودم متصل بشبكة الانترنت. هذه هي فكرة الاكسلري بورد، يعتبر من النادر استخدامه، خصوصا انه اصبح حاليا مثلا عندنا التنت والاس اس اتش، من خلالهم ممكن احنا نتصل بالراوترات عن بعد دون الحاجة الى الاكسلري بورد، ولكن ما زال موجود في راوترات سيسكو. المصطلح 26 اللي هو الاكسلري باسورد. عندنا طبعا ينصح دائما على مستوى أجهزة سيسكو وعلى أي أجهزة إلكترونية سواء تابعة للعمل أو للاستخدام الشخصي، إنه نحن نحميها بإضافة كلمات سر، بحيث نمنع الوصول إلى البيانات الخاصة فيها وإعداداتها من قبل الأشخاص الغير مصرح لهم. واحدة من أنواع الباسورد اللي بيتم إضافتها وإنشائها في داخل جهاز الراوتر اللي هي الإكسلوري بورد، اللي هي عفوا الاكسلوري باسورد، وهي انه بيتم وضع كلمة سر على منفذ الاكسلوري، بحيث من يحاول الاتصال على الاكسلوري بورد عن طريق المودم وعن بعد، فعندها راح يتم طلب كلمة السر لكي يتمكن من الدخول على الراوتر. المصطلح 27 واللي هو الاي تي ام. والاي تي ام اختصار لاساين شورنس ترانسفير مود، وهو واحد من بروتوكولات الشبكة الواسعة، وتحديدا يعمل في تقنية الباكيت سويتشينج، واللي هي فكرتها بتعتمد على مشاركة الخط الخاص بالاتصالات مع مجموعة من العملاء، ولكي يصبح لدينا شبكة ETM. طبعا ETM هذه شبكتها بتكون موجودة في شركة الاتصالات، فلكي يصبح لديها شبكة ETM فإنها تقوم بتركيب سويتشات ETM. طبعا بروتوكول الاي تي ام مثله مثل اغلب بروتوكولات الشبكة الواسعة بيعمل ضمن الطبقة الثانية. الاي تي ام بيقوم بتغليف البيانات على شكل سل خلية، ولديه النظام العنون الخاص فيه. حاليا الاي تي ام اصبح من البروتوكولات القديمة، وذلك لانه حل محله بروتوكول اخر واللي هو الفريم ريلي. الفريم ريلي يعتبر تطوير لبروتوكول الـ ETM، ولكن ما زال موجود في بعض شركات الاتصالات اللي ما قامت حاليا، يعني ما قامت بتطوير شبكتها الى الفريم ريلي، او ان لديها فريم ريلي لكن ما طورت الشبكة بشكل عام. فعندك بعض شركات الاتصالات مثلا بتملك مجموعة من التقنيات، يعني ETM مع فريم ريلي مع تمام، فبتكون متواجدة في داخل شبكة واحدة. فقد نجد شبكة الـ ETM موجودة في بعض شركات الاتصالات. طبعا الـ ETM تم تطويره من بروتوكول سابق اللي هو X.25، واللي فعليا أصبح غير موجود
فتم تطويره من X.25 واللي يعتبر أول بروتوكول توجيه يعمل بتقنية الباكيت سويتشنج أو مشاركة خط الاتصالات فيما بين مجموعة من العملاء. المصطلح 28 اللي هو ألغوريثم الخوارزمية، وهي تنسب إلى العالم الإسلامي الخوارزم. إيش فكرة الخوارزم؟ هي عبارة عن مجموعة من القوانين الرياضية اللي مثلا بنمشي فيها بحيث نصل إلى نتيجة معينة. هذه هي فكرتها بشكل عام. في عالم الشبكات نفس الفكرة، فلدينا طبعا خوارزميات كثيرة جدا. لما نتعرف على خوارزم مثلا تابعة لبروتوكول معين، مثلا الخوارزمية الخاصة ببروتوكول الريب اللي هي بتستنس فيكتور الكوريثم، لما نتعرف على هذه الخوارزمية، فوقتها احنا بنتعرف على القواعد والنقاط اللي بيشتغل فيها بروتوكول الريب. المصطلح 29 اللي هو الاريا او المنطقة. فاكرين احنا تكلمنا عن مصطلح اللي هو الاتونوموس سيستم؟ طيب احنا عندنا هنا مصطلح الاريا شبيه، احنا ما راح نقول انه يعادله، شبيه. ايش فكرته؟ انه مجموعة من الراوترات تعمل تحت ادارة جهة واحدة، تمام؟ ولكن مش شرط. هنا الاريا تختلف عن الاتونوموس سيستم بانه ممكن ان يكون الجهة الواحدة بتملك اكثر من اريا، وتكون قادرة انها تتصل مع بعضها البعض، وتكون قادرة انها تعمل ضمن جهة موحدة، بس كشرط اساسي انها تتصل بالباك بون اريا والاريا الرئيسية، واللي راح تكون الاريا زيرو، الاريا صفر. مثلا تخيلوا عندي هنا الاريا 1000، هنا الاريا 5. عشان تتمكن الاريا 5 من الاتصال بالاريا 1000، فلا بد ان تكون كلا التو اريا متصلين مباشره بالاريا 0. فالاريا هي عمليه تقسيم للراوترات في الموجوده في داخل الشبكه في ضمن مناطق يطلق عليها الاريا. طيب ليش احنا نحتاج الى هذه العمليه؟ نحتاج لكي نستطيع ان احنا ندعم عدد كبير من الراوترات في داخل الشبكات العملاقه دون ان يؤدي ذلك الى حصول بطء في داخل الشبكه. طبعا البروتوكول الذي يعمل بنظام الاريا عندنا بروتوكول الاو اس بي اف، بيعتمد في عمله وتقسيم الراوترات في داخل شبكته على نظام الاريا او المناطق. المصطلح رقم 30 واللي هو الباك بون، واللي هو يعني العمود الفقري. لو احنا نشوف العمود الفقري مثلا الخاص بالانسان، لماذا سمي العمود الفقري؟ لان تقريبا كل شيء موجود في الانسان مثلا من ارجل، من راس، من يدين، كله متصل بالعمود الفقري، صحيح؟ ممتاز. طيب نفس الفكره بالنسبه في عالم الشبكات، لما نقول عمود فقري فيعني ذلك ان الاجهزه مثلا او مجموعة من الأجهزة بتعتمد في اتصالها على هذا العمود الفقري. مثال على ذلك الباس تيبولوجي. احنا عندنا الباس تيبولوجي اللي واحدة من أنواع التيبولوجي القديمة، واللي بتعتمد أن مجموعة من الأجهزة بتكون متصلة بكيبل رئيسي واحد. هذا الكيبل بيطلق عليه الباك بون كيبل. لدينا أيضا المثال اللي تكلمنا عنه في نظام الإيريا، أن احنا المناطق الخاصة بالأوس بي اف، احنا عندنا الاريا زيرو بيطلق عليها الباك بون اريا او المنطقة العمود الفقري. ليش؟ لان من خلالها ممكن انها من خلالها بتربط جميع الاريا نمبرز ببعضها البعض، ويكونوا قادرين انهم يتصلوا ببعضهم البعض من خلال العمود الفقري للاريا اللي هي زيرو. وبالتالي لما نقول باك بون في عالم الشبكات، فنحن نقصد ان الاجهزة بتعتمد عليه في عملية الاتصال. ممكن تكون اجهزة راوترات، ممكن تكون اجهزة كمبيوتر الى اخره، لانه بيمثل لها العمود الفقري اللي بيربطها مع بعضها البعض. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، واللي اتمنى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.